هاتف من الجزائر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى بوشاشي. أرحب بك أستاذ مصطفى وأشكرك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. نتحدث عن 20 سنة من انتخابات، أول انتخابات تشريعية تعددية في البلاد يوم 26 ديسمبر 1991. أريد معك أن أنتقل إلى الجانب الحقوقي منها، يعني أن يقف واحد متخذ قرار سياسي يوقف المسار الانتخابي، يحل المجلس الوطني ثم يقيل الرئيس اللي هو شاذلي بن جديد ويدخل البلاد في هذه الأزمة انتهكت فيها الكثير من الحقوق للمواطنين الجزائريين. كيف تعيش أنت كحقوقي هذه الذكرى؟ أعتقد بأن ما حدث في 26 ديسمبر 1991 يعني، وهي الانتخابات النزيهة الوحيدة التي عرفتها الجزائر، نعم، والذين اتخذوا قرار إلغاء الانتخابات، نعم، طبعا إلى جانب خروجهم عن الشرعية الدستورية، نعم، إلى جانب خرقهم للدستور الجزائري، نعم، إلى جانب خرقهم لكل التشريعات الوطنية، نعم، من الناحية القانونية. فتلك يعني إلغاء المسار الانتخابي إلى جانب أنه انتهاك لإرادة الشعب في تقرير مصيره الداخلي بكل حرية واختيار ممثليه، فما حدث مع الأسف الشديد هو ليس انقلاب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، نعم، اعتقادي بأنه انقلاب على المسار الديمقراطي، نعم، في الجزائر، وبأن ما حدث بعد انتفاضة الجزائريين يوم 5 أكتوبر والتعددية السياسية والليبرالية الاقتصادية لم يكن في نية النظام الجزائري حقيقة أن يقبل بحكم الشعب، وبالتالي الكثيرين يتحدثون عن إلغاء أو توقيف المسار الانتخابي. أنا أقول بأنه توقيف للمسار الديمقراطي في الجزائر، لأن الذين يدعون من الناحية السياسية بأن قاموا بذلك لإنقاذ الجزائر، أعتقد بأنه كان باستطاعة يعني بالالتجاء إلى الدستور، بالاتجاه الدستور وإلى التشريع الوطني. أي حزب فائز في الانتخابات كان السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إذا رأى بأن هناك يعني مساس لثوابت الأمة، إذا رأى بأن الحزب السياسي الذي فاز في الانتخابات بطريقة ديمقراطية سيقوم بإلغاء الديمقراطية في الجزائر، هناك وسائل قانونية دستورية، نعم، بحل المجلس التشريعي في ذلك الوقت والذهاب إلى انتخابات جديدة، نعم، وبالتالي طبعا من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية ذلك كان انقلاب على الدستور الجزائري، نعم، وعلى مؤسسات الدولة، ولكن أخطر من ذلك هو انقلاب على الديمقراطية. طيب أستاذ، بعد ذلك يعني خلال 20 سنة ترتبت هناك أمور وهناك ملفات حقوقية ترتبت في عملية قتل، نهب، اغتصاب حدثت، وجاءت بعدين قوانين يعني قانون الرحمة، الوئام، ثم المصالحة، والذي ربما في بعض مواده يجرم حتى مطالبة أو المساءلة لأي شخص مشكوك في أنه ارتكب جريمة أو جنحة وهو في الطرف الآخر في السلطة. يعني كيف ممكن معالجة القضية؟ يعني عندك قانون، عندك قانون مصالحة صوت عليه الشعب في استفتاء، لكن هناك ناس أصحاب حقوق يريدون معرفة الحقيقة وتعويضات لهم، يعني أنت كقانوني كيف تنظر لها؟ هذا هروب للأمام من طرف النظام السياسي الجزائري، لأن في كل الدول التي عرفت عنف سياسي أو حرب أهلية أو نظام تسلطي ديكتاتوري تغدى من انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عندما ننتقل إلى مرحلة أخرى ندخل فيما يسمى
بمصالحة وطنية، وبعد ذلك عدالة انتقالية. لأن عدالة انتقالية هو أن يعرف الجزائريين ماذا حدث ومن الذي كان وراء ما حدث من انتهاكات، وبعد ذلك للضحايا وللجزائريين أن يتفقوا على المتابعة أو على المصالحة. هذا الشيء لم يحدث في الجزائر، وبالتالي وضع قانون مصالحة الذي كرس فكرة العقاب بغض النظر عن من قام بالانتهاكات الجسيمة، هل هي الجماعات المسلحة أم النظام السياسي القائم، وبالتالي ليس هناك مصالحة وطنية. ولكن في كل الدول التي ذهبت إلى مصالحة وإلى عدالة انتقالية إلى محاسبة عن الانتهاكات الجسيمة، يجب تغيير نظام للحديث عن ذهاب إلى مصالحة. الإخوة قاموا بإلغاء المسار الانتخابي أو النظام السياسي هو الذي وضع هذا القانون، وهو الذي كرس فكرة العقاب. إذن لا ينتظر أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين الجزائريين إلا في ظل انتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي. أشكرك جزيل الشكر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى أبو شاشي، شكرا على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة التي حاولنا فيها أن نقرأ المشهد الجزائري في هذه الذكرى 20 لأول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر يوم 26 ديسمبر 1991. يعني كنا اتفقنا مع النائب في البرلمان الجزائري عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان سيد موسى عبيدي بأن يكون معنا في هذه الحلقة، وافق على المشاركة لكن لم نتمكن من الاتصال به أثناء الحلقة، الرجل عذره معه، سنحاول الاتصال بهم مرات أخرى في حلقاتنا القادمة لكن نسمع وجهات نظرهم. أشكركم جزيل الشكر مشاهدي الأعزاء على هذه المتابعة لحلقة اليوم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء. نو ميليتير، أون سافي كو لو فيس ألي غانيي، كل واحد يقول أنا نفق قوة. إلا تحقيق الإصلاحات عن طريق إرادة الشعب. معالجة القضية السياسية اللي طرحت التيار الإسلامي ما أخطأناش فيها باعتبارها قوة نابعة من المجتمع.